بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم جئناكم فيديو جديد، فيديو نشرح فيه كيفية التسجيل في منحة البطالة 2022. اليوم 25 فبراير 2022 هو الموعد المعلن على انطلاق المنصة الرقمية للتسجيل في منحة البطالة. الموقع راه مفتوح اليوم، فتح اليوم الصباح. على بركة الله نتوجهوا إلى جوجل، نكتبوا منحة انام بوان دي زد، تخرج لنا هذه الصفحة الخاصة بشروط التسجيل وغير ذلك. يقول لك نحيطكم علما انه تم فتح منصة البطالة منحة انام بوان دي زد، ويمكنكم الان التسجيل او طبع التعهد. المنصة مفتوحة طوال ايام الاسبوع 24 ساعة على 24 ساعة طوال ايام السنة. مرحبا بكم على المنصة الرقمية. وفيه ثانية حول المشروع ومنحة البطالة وكذلك شروط الاستفادة من المنحة. يقولك أنه يجب أن يتراوح عمرك ما بين 19 سنة و40 سنة. يجب أن يكون طلب العمل الخاص بك مفعلا. يجب أن لا يكون لديك أي نشاط لحسابك الخاص. يجب أن تكون قد استفدت من أحد برامج مساعدة الدولة. وكذلك يجب أن لا تكون لديك أي استفادة من الصندوق الوطني للتقاعد. كذلك يجب أن يكون عدد التوجيهات المرفوضة في إطار عروض العمل أقل من 2، يعني أنك قدمت لوظيفتين ورفضوك. كذلك عدم استفادة الزوجة من أي دخل أجري أو دخل الحسابات الخاصة. يجب أن تكون طلب العمل لأول مرة، يعني أنك أول مرة تقدم. كذلك بالنسبة للذكور يجب عليك تبرير موقفك من الخدمة الوطنية. في هذا يشرح لك كيف تسجل، يقولك أنه تخرج لك هذا الخانة أنك تسجل رقم بطاقة العمل. بطاقة العمل هذه أنك تسجل في الوكالة الوطنية للتشغيل، يعطوك بطاقة العمل هذيك فيها رقم، هذاك الرقم تسجل به توضعه في الخانة الأولى، ومن بعد دير في الرقم الخانة الثانية دير رقم التعريف الوطني. على بركة الله هنا يشرحوا لك كيفاش تسجل، يعني أنه كامل الخطوات راهي واضحة. وفي الأسفل هنا كاين هنا باللون الأحمر كاين الموقع الرسمي. كما ضغط عليه يفتح لنا هذه الواجهة منحة البطالة، وفيها ترحيب وكذا وحول المشروع وغير ذلك والشروط وغير ذلك. وهذه بصفة رسمية هذه من الوكالة الوطنية للتشغيل. كما ضغط على التسجيل نجيك هذه رقم بطاقة العمل، رقم بطاقة العمل تاعك مثلا افتراضي فقط. تزيد هنا رقم بطاقة التعريف الوطني تاعك سواء بيومتري ولا عادية. ببساطة ومن بعد دير إرسال. بمجرد أنك تدير إرسال، أنا درنا أرقام افتراضية فقط أنه مش راح يقبلها نسيت. كدير إرسال راح تخرج لك صفحة أخرى يقول لك باللي الملف تاعك أنت يدرس وغير ذلك. يدرس الملف تاعك أنت على حساب الشروط اللي متوفرة فيك، ولا حساب بطاقة العمل اللي راهي عندهم في المنصة الخاصة بالوكالة الوطنية للتشغيل.